السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناة أم عمر للمبتدئات. أتمنى تكونوا في كامل الصحة والعافية وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. اليوم نشارك معكم الرفيسة بالحرشة. بزاف البنات كيسولوني عليها، واليوم قلت علاش لا ما نشاركهاش معاهم بالتفاصيل وبالنصائح باش البنات إلا بغاو يوجدوها تنجح معاهم. هنا البنات كيف ما تشوفوا عندي الدجاج، عندي البصلة، هنا عندي السمن، وعندي العطرية البزار، سكنجبير، الخرقوم والملح. هنا عندي الثومة والحلبة، وهنا عندي العدس وزيت الزيتون وزيت المائدة. أول شي البنات غادي نصبو الدجاج، يعني نوجدو المرق باش نسقيو الرفيسة ديالنا، ومن بعد غادي نمشيو باش نحضرو الحرشة. هنا البنات خديت واحد طنجرة حطيت فيها الدجاجة، الدجاج ديرو القياس اللي نتوما اللي يكفيكم، ونزلت عليها هنايا العطريه اللي ذكرت معكم، الخرقوم والبزار والسكنجبير مع الملح، وواحد زوج معالق كبار ديال السمن، وهنا كنضيف زيت المائده وزيت الزيتون. النصيحه الاولى البنات بالنسبه لهذا النوع ديال الرفيسه، كتبغي الماده الدهنيه كثيره، يعني وانتي كتنصبي لابد ديري زيت الزيتون كثير والسمن، يعني المادة الدسمة تبغيها كثيرة شوية باش ما تجيش معجنة كيف ما نقول. المهم البنات هنا البصلة، وغادي نحط هاد الدجاجة ديالي تقلى مزيان، ونزيد الماء غليان. والنصيحة الثانية البنات، كتبغي المرق كثير كيف ما تعرفوا، السميد كيتشرب المرق بزاف. ملي نبغاو نديرو هاد النوع ديال الرفيسه نديرو حسابنا باش نديرو المرق كتير. تشوفوا معايا انا غادي ندير المرق، ومن بعد ملي غنبغي نسقي الا شفت ان هاد المرق عندي قليل غادي مازال نزيد. هنا ضفت قبيطه ديال القزبر. والبنات انا ملي كنبغي ندير الرفيسه كندير العدس والحلبه مع الدجاج، ما كنطيبهمش وحدهم. يمكن ليكم تطيبوا العدس والحلبه وحدهم الا ما كنتوش تبغيو ديروهم هكا مع الدجاج. هنا عندي العدس كيف ما تشوفوا تقريبا واحد زلافه صغيره، يعني نقولوا 250 غرام. وبالنسبه للحلبه ندير واحد جوج معالق كبار ديال الحلبه، وغندير واحد راس ديال الثومه، يعني واحد يعني داك الثومه وهاد العناصر اللي ذكرت راه كلكم كتعرفوهم، لان هذا هو النصيب ديال الرفيسه. الفرق ما بين التريد والحرشه هو كيف ما قلت لكم المرق يكون كثير والماده الدسمه تكون كثير. وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نعجنها. هنا البنات السميده الغليظه اللي كنديروا بها الكسكسو، خديت انا هنا عندي درت كيلو ربع، ديروا القياس اللي يكفيكم، قصت منه شويه باش غادي نقرص الحرشات ديالي، ودرت شويه الملح، زيت الزيتون وزيت المائده باش غادي نعجنها، وغادي نعجنها عادي غير هي البنات ما ندلكوهاش، غير نخلطوها مزيان حتى تقاد، كيف ما تشوفوا معايا نديروها كرات ونقرصوها وما نرقوهاش البنات، تخليوها غليظه شويه ما نرقوش الحرشات ديالنا. نقرصوها بالسميده الغليظه، وغادي ناخذ واحد جوج صينيات يدخلوا للفرن. وكيف ما غتشوفوا معايا السمك ديالها كيفاش غادي تكون، ندخلوا الحرشه طيب ما نخليوهاش تحمر بزاف، لان مازال غادي نفوروها من بعد، غير نشوفوا ان طابت واللون ديالها خدات واحد اللون ذهبي صافي نخرجوها من الفران. صافي البنات هنا كما تشوفوا وحدها انا وجدتها هنا، غير درتها البنات في المقله راه غادي تطيب في الفران. وهنا الثانيه حتى هي قرصتها كيف ما غتشوفوا معايا السمك ديالها، يعني ما نرقوهاش بزاف باش ملي تبغيو تهرسوها ما تجيكمش صعيبه. في ولا تشقت معاكم البنات هكا من الجناب جمعوها كما كتشوفوا كيف ما كندير، عاونوا هكا بيدكم ودوك التشققات اللي في الجناب حاولوا تجمعوهم هكا صافي، وقرصوها ودخلوها للفران حتى تطيب. هنا البنات بعد ما خرجت كتجي على هذا الشكل،
كيف ما تشوفوا انا بديت كنهرسها. غدا تاخذوا ديك اللي ندقوا بها ديال المهريس، الا ما كانتش عندكم انا خديت غير هذاك الدلاك ديال الحلوه، وغدا نهرسوا بحال هكا الحرشه ديالنا كيف ما تشوفوا، ونحاولوا ما امكن نرقوها، ما نخليوهاش قطع كبيره. انا غادي نوريكم القياس يعني ديال كيفاش غادي تكون في الحجم ديالها، بحال هكا كما تشوفوا البنات انتوما. انا ملي كندقها كنعاود نقطعها بيدي حتى نحصل على قطع صغيره. صافي البنات، ومن بعد ملي يطيب لينا هذاك الدجاج ديالنا غادي ناخذوا هاد الحرشه هذه اللي هرسنا، غادي نديروها في الكسكس ونخليوها تفور مزيان. خليوها تفور اطول مده لانها هي كتكون قاسحه، يعني تفور مزيان باش ملي بغاو نسقيوها تاخذ داك لاصوص. ثم البنات هنا انا حطيتها تفور ونغطيها بالشطايه ونخليها تفور مزيان. ما تخافوش منها البنات، راه واخا تفور مده طويله ما تخافوش منها في التسقيه، راه ما كتعجن ما والو. ومنين بغيو البنات نسقيوها ما نسقيوهاش في القصريه في الاول، لا، لان هي كتحتاج واحد المده باش تشرب. الا درناها في القصريه غادي تبرد لينا. نخليوها هكا في شي طنجره اللي تكون عندها الغطاء ونسقيوها مزيان ونغطيوها ونخليوها واحد 15 دقيقه تقريبا حتى تشرب مزيان. كيف ما تشوفوا معايا راه غادي نعطيها المرق الكافي ونغطيها ونخليها واحد المده حتى تشرب ونرجع تاني نسقيها. من بعد البنات غادي ننزلوها في القصريه وغادي نحطوا الدجاج ديالنا ونزينوا مثلا باللي عندنا بالبيض بالتمار باي حاجه نتوما كتفضلوا تزينوا بها. المهم انا عطيتكم غير الطريقه كيفاش كتوجد الحرشه، اما باقي الخطوات والمكونات راه كلشي البنات كيعرفوا يصايبوا الرفيسه. الفرق ما بين التريد والحرشه هو هذا اللي قلت لكم البنات، لان هذا النوع هذا ديال الرفيسه ماشي كلشي الناس كيديروه، كاين شي مناطق اللي ما كيعرفوش هذا النوع هذا. المهم انا قلت نشارك معكم لان فايت بزاف الاخوات كانوا سولوني على كيفاش كنوجدوا هذا الطبق هذا والطريقه والنصائح باش تنجح معاهم. نتمنى تعجبكم وتقبلوا عليا، لان انا هذه غير حضرتها غير انا والوليدات، وقلت علاش لا ما نشاركهاش مع البنات اللي كيسولوا عليها، هكا تعم الفائده. ان شاء الله نتمنى الفيديو يكون عجبكم ونكون وصلت لكم الشرح بطريقه يعني تفهموها. وحتى لهنا نقول لكم شكرا البنات على المتابعه ديالكم، شكرا على التعليق ديالكم، والناس اللي عاد غيشوفوا القناه مرحبا بكم. الى اللقاء في فيديو قادم.